الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، لقد ذهب بعض المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن دخول مكة بلا إحرام في هذا الحديث من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس غيره عليه فيها، فهو يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام، فالحديث من جملة خصوصياته. فهل هذه الدعوة مقبولة؟ الجواب: غير مقبولة. فإن قلت ولما؟ نقول: لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل في الخصائص المنع، فلا حق لأحد أن يخصص أحداً بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع، ولا أعلم دليلاً يدل على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول مكة بلا إحرام. وحيث لا دليل فإن الأصل هو البقاء على الأصل، وهو دخول غيره معه، فهو صلى الله عليه وسلم وأمته سواء في الأحكام إلا بدليل الاختصاص. فما ذهب إليه المالكية رحمهم الله ليس بصحيح، غفر الله لهم ورفع درجاتهم في الفردوس الأعلى.